النهارده ان شاء الله يا شباب هنبدا نتكلم على مديول جديد خالص، اللي هو بيكلمنا عن حاجه اسمها الدي ان اس. الدي ان اس احنا بنسمع عنها يعني تقريبا بشكل يومي. لما يعني تيجي تحط الاي بي ادرس على الجهاز بتاعك، انت بتحط له اي بي وسبنت ماسك، وبتحط له الجيت واي، ده اي بي الفتحه اللي انا بطلع بيها على الشبكات الخارجيه. بس تلاقي دايما كده في دي ان اس وفي الترناتيف دي ان اس. هو ايه الدي ان اس دوت؟ الدي ان اس ده مفروض ان هو ده بيكون سيرفر. السيرفر ده اختصار دي ان اس الاول، اللي هو دومين نيم سيرفر، او دومين نيم سيرفيس، او دومين نيم سيستم، اي حاجه انت عاوز تسميه سميه. السيرفر دوت وظيفته ايه؟ السيرفر دوت لما اجي اشوف الفانكشنز بتاعته ايه، هو الصراحه ليه اهميتين او ليه وظيفتين اساسيه. ان هو بيعمل ادرس ريزولفيشن من ادرس لنيم ومن نيم لادرس. تاني حاجه بيعملها او تاني فانكشن بيعملها ان هو بيعمل حاجه اسمها سيرفيس لوكيشن. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني انا دلوقتي لما باجي افتح الجوجل مثلا على سبيل المثال، بكتب www.facebook.com، ايه اللي بيحصل؟ لما اجي اشوف كده الجهاز بتاعي واخد اي بي ادرس كام؟ انا دلوقتي مثلا طالع من كارت الواي فاي بتاعي، لما اجي اشوف السيتنجز بتاعته هلاقي ان الدي ان اس سيرفر بتاعي هو مين؟ الاربع تمانيات. يعني انا دلوقتي لما اجي افتح الجوجل واكتب كده مثلا www.google.com، ايه اللي بيحصل في الباك جراوند يا شباب؟ اللي بيحصل في الباك جراوند ان انا الجهاز بتاعي ما بيبقاش عارف الاي بي ادرس بتاع الجوجل ده ايه. فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان الجهاز بتاعك اول حاجه بيعملها، يعني ده الجهاز بتاعي، اول حاجه بيعملها بيبدا يبص على فايل بيبقى اسمه الهوست فايل، ما التقاش فيه المعلومه، بيبص على فايل بيبقى اسمه ال ام هوست فايل، ما التقاش المعلومه، بيبص على حاجه او بيسال حاجه اسمها الوينز، بس الوينز دي ما بقتش مستخدمه، مفيش وينز، بيبص على حاجه اسمها الدي ان اس كاش، مش متسجله في الكاش، بيروح يسال الدي ان اس سيرفر. طيب انا لسه ولا اتكلمت على الهوست ولا الاي ام هوست، ولا اتكلمت على الوينز، ولا اتكلمت على الدي ان اس كاش ولا السيرفر. انا هبدا بالخطوه رقم 5 على طول. لو هي المعلومه مش موجوده في الاربع حاجات دول، هو هيروح يسال الدي ان اس سيرفر. طب انا دلوقتي ايه السايكل اللي بتحصل؟ انا دلوقتي قاعد على جهاز الكمبيوتر بتاعي، الجهاز الكمبيوتر ده اكيد متوصل ايا كان بقى بسويتش او باكسس بوينت او ايا كان. الاكسس بوينت او السويتش دوت بيكون فيه راوتر، الراوتر دوت بيبدا ان هو يطلعك على الانترنت. ده كده الانترنت. طيب الانترنت دوت مفروض انت حضرتك مربوط بسيرفر بره، اذا كان بقى الاربع تمانيات بتاع جوجل، او اذا كان اصلا الشركه اللي انت متعاقد معاها اللي هي بتاعه الاي اس بي ربطاك مع دي ان اس معين. يعني انت لو جيت تخش على السيتنجز بتاعه الراوتر بتاعك بيتك هتلاقي ان هو مربوط مع دي ان اس معين. فانت بيكون في عندك دي ان اس بره، ممكن يكون الدي ان اس ده بتاع الاي اس بي، او ممكن يكون الدي ان اس ده بتاع جوجل. لو هو الدي ان اس بتاع الاي اس بي ده بيبقى اسمه دي ان اس فوروردر. الدي ان اس فوروردر انا دلوقتي اول حد بساله هو الدي ان اس فوروردر ده. بعمل حاجه اسمها دي ان اس كويري، يعني ببعت دي ان اس ريكويست بسال على الموقع اللي هو www.google.com. انا عاوز الاي بي ادرس بتاع السيرفر ده. هنفترض ان الدي ان اس بتاع الاي اس بي او الدي ان اس فوروردر دوت ما عندوش المعلومه دي، فمفروض الدي ان اس فوروردر دوت هيعمل ايه؟ هيروح رايح سائل سيرفر تاني كبير شويه، ده بيبقى اسمه الروت هنت. طب الروت هنت ده ما عندوش المعلومه، او الروت هنت دوت مفروض هو عباره عن ايه؟ بيشاور على 13 سوبر كمبيوترز. ال 13 سوبر كمبيوتر دوت كل واحد شايل دوت حاجه. يعني ايه؟
يعني بتلاقي فيه سيرفر شايل كل المواقع اللي بتنتهي بدوت كوم، بتلاقي فيه سيرفر شايل كل المواقع اللي بتنتهي دوت ايديو، بتلاقي فيه سيرفر شايل كل المواقع اللي بتنتهي باليو كي وهكذا. دولت بيبقوا 13 سيرفر بيبقوا شايلين كل الامتدادات او كل الدومينز اللي انت مفروض حاجزها، تمام؟ طيب افرض برضو انا دلوقتي بسأل على دوت كوم، فانا المعلومة دي مفروض ان هي راحت للروت هنت، المعلومة دي مش موجودة في الروت هنت، فيروح رايح سائل السيرفر اللي هو اخره دوت كوم. طب هفترض برضو المعلومة دي مش موجودة في الدوت كوم، اكيد شركة الجوجل ديت لو شركة الاول مرة بتطلع على الانترنت اكيد هي شارية الدومين بتاعها، واكيد في الشركة ديت من جوه، يعني دلوقتي برسم الكلاود بتاعت شركة جوجل، اكيد في سيرفر جوه، السيرفر دوت بيشتغل از دي ان اس سيرفر، تمام؟ السيرفر دوت بيبقى اسمه ايه؟ هفترض مثلا ان هو بيبقى اسمه بي سي واحد مثلا. طب هو البي سي واحد دوت واقع في اي دومين دلوقتي؟ هو واقع في الدومين بتاع الجوجل دوت كوم. يعني انا مفروض بروح اسأل الدومين اللي هو اللي الراجل شاريه اللي هو الجوجل دوت كوم. طب السيرفر اللي جوه الجوجل دوت كوم ده اسمه ايه؟ اسمه بي سي دوت دوت جوجل دوت كوم، صح؟ فانا مفروض هروح اسأل السيرفر ده. السيرفر ده لما بيجي يتكلم مع الناس هو ما بيتكلمش باسمه الحقيقي، بيتكلم بحاجه اسمها الالياس نيم او بالاسم المستعار بتاعه. انا مثلا ممكن بدل ما هو بيتكلم ببي سي واحد اقول له دبليو دبليو دبليو. فانا دلوقتي رحت سألت السيرفر دوت، انا والله انا عاوز اعرف الاي بي ادرس بتاع السيرفر اللي هو دبليو 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 جوجل دوت كوم. فيبدا السيرفر دوت يرد على الدوت كوم سيرفر، يروح مخزنها فين؟ مخزنها في الكاش ميموري بتاعته. يروح رادد على الروت هنت مخزنها في الكاش ميموري بتاعته. يروح رادد على الدي ان اس فوروردر مخزنها في الكاش ميموري بتاعته. يرد على مين؟ يرد على جهاز الكمبيوتر بتاعي برضو يخزنها في الكاش ميموري بتاعته. ايه الغرض ان كل واحد في الطريق بيخزن المعلومه ديت في الكاش ميموري؟ بيخزنها علشان لو في حد سأله تاني على المعلومه دي تكون متخزنه عندي وما اروحش اسال السيرفر كل شويه، تمام؟ طيب انا دلوقتي معناه ان انا هو شايف ان الخيار رقم 4 ان الجهاز قبل ما بيروح يسال الدي ان اس سيرفر هو بيبص في الكاش ميموري بتاعته الاول، هل هو كان سائل على الريكورد دوت قبل كده ولا لا، تمام؟ طب انا دلوقتي لو عاوز اشوف الكاش ميموري بتاع جهاز الكمبيوتر اشوفها ازاي؟ عادي بفتح السي ام دي واروح قايل له اي بي كونفج على، اروح قايل له دي ان اس ديسبلاي display DNS العكس display DNS. بص ايه اللي بيطلع ده؟ ايه اللي عمال يرص ده؟ ايه الرصه اللي اترصت قدامي دي؟ دي الكاش ميموري بتاعت مين؟ بتاعت جهازي انا. يعني دي كل الريكوردز اللي جهازي راح سالها للدي ان اس علشان يعرف الاي بيهات. طب انا دلوقتي انا طلعت عن طريق الجوجل، انا طلعت عن طريق جوجل، هتلاقي فيه هنا معلومه للدبليو دبليو دبليو جوجل دوت كوم. فين فين فين؟ لا هو علشان هو تواصل مع الدي ان اس سيرفر مثلا، فبيقول انا تواصلت مع سيرفر اسمه دي ان اس دوت جوجل وده كان الاي بي ادرس بتاعه. انا تواصلت مع الاو بي اس بروجكت، انا من الملاحظ ان انا البرنامج اللي انا بسجل بيه دوت بيروح يبحث على الابديتس اول ما بيجي يفتح، فحصل دي ان اس ريزولفيشن، فده يعتبر الاي بي ادرس بتاع السيرفر بتاع الاو بي اس. مثلا الداونلودز، جهازي مثلا اول لما فتح بيبحث مثلا على الابديتس بتاعه الدرايفرز، برضو ده يعتبر سال الدي ان اس عن المعلومه دي. طب انا دلوقتي لو انا عاوز امسح الكاشنج اللي على الجهاز بتاعي، لو انا عاوز امسح الكاش اللي على الجهاز بتاعي بكتب اي بي كونفج على فلاش الدي ان اس، يبقى انا كده بعمل فلاشنج للكاش ميموري بتاعتي. طب الكاش ميموري بتاعتي ديت اصلا لو انا ما كتبتش الكوماند دوت هي بتتمسح اصلا كل قد ايه؟ قالك بتتمسح كل يوم او لو جهازك قفل،
يعني لو جهازك قفل كده الكاش دي اتمسحت، او قعد لمده 24 ساعه شغال الكاش ده برضو بيتمسح. طيب ده كلام جميل جدا. طيب انا دلوقتي دوت اللي بيحصل لو انت جهاز كمبيوتر عادي شغال في بيئه ورك جروب عاديه، ومفروض ان الجهاز دوت حضرتك انت ربطه بدي ان اس عشان يعمل ريزولفيشن. طيب الجهاز ده برضو كان فيه خطوتين قبل كده انت ما كلمتناش عنهم، خطوه اسمها الهوست فايل وخطوه اسمها ال ال ام هوست فايل. يعني انا مثلا لو جيت على الجهاز بتاعي ورحت فاتح برضو السي ام دي كده، الناس اللي بتشتغل في البرمجه بالذات لو جه كده قلت له بينج على اللوكال هوست، بينج على اللوكال هوست، انا دلوقتي عملت بينج على اسم كلمه اسمها لوكال هوست، هو ترجم ان الكلمه دي تقصد بيها هو الاي بي ادرس ده، هو الاي بي ادرس دوت قصده بيه اللي هو اللوب باك، يعني نفسي، يعني بعمل بينج على نفسي. طب انا دلوقتي هو الاجهزه بتفهم اسماء ولا هو مفروض ان الاسم ده دلوقتي مفروض ان هو ترجم لاي بي ادرس اللي هو نفسه اللي هو كله صفار وبعدين واحد؟ طب هي المعلومه دي جابها منين؟ هل المعلومه دي جابها من الدي ان اس كاش؟ مش هلاقيها في الدي ان اس كاش. هل راح سال الدي ان اس سيرفر على المعلومه دي ورد عليه قال له ده نفسك؟ برضو لا. قلت لك ان في خيارين، الاول جهازي بيبص عليهم الاول قبل ما بيروح يسال الدي ان اس كاش او قبل ما بيروح يسال الدي ان اس سيرفر. بيقول لك في فايل بيبقى اسمه الهوست فايل، ده بيكون متخزن فيه الريزولفيشن، الحاجات اللي هي زي اللوكال هوست وغيره. يعني انا ممكن انا اصلا اعمل انا ريزولفيشن على مزاجي، اعمل انا ريزولفيشن على مزاجي واخلي الجهاز لما يجي يكتب يو ار ال معين يفتح اي بي معين وما يروحش يسال الدي ان اس، قال لك اه، قال لك اديت في الملف ده. الملف ده يعتبر من اخطر الملفات، ان لو في واحد هاكر قدر يوصل للملف ده هيقدر ان هو يوهمك ان انت لما تيجي تكتب مثلا الموقع بتاع البنك الاهلي ما يردش عليك بالاي بي بتاع البنك الاهلي، يرد عليك باي بي سيرفر تاني هو عامل نفس شكله بالظبط. فحضرتك كل ما تيجي تفتح موقع البنك الاهلي ايه اللي يحصل؟ يفتح لك سايت مش السايت الحقيقي، السايت الفيك. يعني الفايلز ديت من اخطر الفايلات اللي ممكن تبقى موجوده على جهاز الكمبيوتر بتاعك، كفيله ان هي تخليك تفتح سايتس هي مش حقيقيه. تمام. طيب انا دلوقتي الملف ده بيكون متخزن فين؟ الملف ده بيكون متخزن في السي بتاعه الجهاز، او اي ويندوز بتلاقيه متخزن في السي بتاعته. يعني انا دلوقتي لو جيت فتحت الجهاز ده في السي في ويندوز سيستم 32، سيستم 32 درايفرز اي تي سي، هلاقي في ملف اسمه ايه؟ هوستس. تعالى كده نفتح الملف ده، هفتحه بالنوت باد مثلا، هلاحظ ان الملف ده بيترجم كلمة لوكال هوست بيترجمها للاي بي ادرس ده. ايه ده؟ يعني انا ممكن انا احط انا معلومات خاصة بيا؟ اه عادي. يعني انا ممكن اجي كده في الفايل ده واقول له ان 192.168.1.1 لما اجي اكتب لك كلمة محمود. بص، هو ما بيحتاجش ان انا اكتب له يو ار ال كامل، يعني احتاج ان انا كتبت له اسم بس. انا دلوقتي لما جيت كتبت له بينج مثلا على كلمه محمود، انا رحت كاتب له اهيت كلمه محمود في الملف بتاعي، محمود اهي، راح مترجمها على طول ان هي 10.1.10.0.0.1. تمام. الملف ده بيبقى اسمه ايه؟ الهوست. في عندي ملف تاني بيبقى اسمه ال ال ام هوست. ال ال ام هوستس ده الملف الثاني اللي هو بيروح يساله. يعني دلوقتي عندي الخيار رقم 2 ان هو بيروح يسال الملف ده، بس الملف ده باي ديفولت مش شغال. انا علشان اشغله مفروض ان انا بعمل ايه؟ علشان اشغله مفروض ان انا بمسح اللي هي الدوت سام دي. يعني لو ممكن الملف ده اخش جواه برضو واغير المحتويات الداخليه بتاعته، بس لازم الاول اشيل الامتداد بتاعه.
يعني لو عاوز اعمل مانوال ريزولفيشن من غير دي ان اس اصلا، انا ممكن احط في الفايل اللي هو مين، الفايل اللي هو مين، اللي هو الهوستس. طيب ده كده بالنسبه للخطوات اللي هو بيمر بيها علشان يعمل ريزولفيشن. تمام. طيب انا دلوقتي لما كنا عاملين اكتف دايركتوري، انا مفروض كنت بعمل اكتف دايركتوري كنت بشغل معاه دي ان اس سيرفر. ايه الغرض ان انا كنت بشغل دي ان اس سيرفر مع الاكتف دايركتوري؟ انا مفروض دلوقتي انا لو الشبكه بتاعتي بالوضع ده فيها جهاز، فيها التاني، وفيها السيرفر اللي انا مشغله از اكتف دايركتوري، وهفترض ان انا في عندي سيرفر تاني مشغله كدي ان اس. تمام. الاكتف دايركتوري ده احنا كنا مسميينه ايه؟ كنا مسميينه dc.fci.com. الراجل ده كان واخد 10.001، وكان فيه مسميين جهاز اللي هو dc1fci.com. الجهاز ده مثلا واخد 10.10، وعندي جهاز تاني واخد مثلا fci.com، والجهاز ده مثلا واخد 10.20 مثلا على سبيل المثال. فمفروض ايه اللي بيحصل، او مين اللي بيوزع الاي بي هات ديت على الاجهزه بتاعتي؟ مفروض اللي بيوزع الاي بي هات دوت الدي اتش سي بي سيرفر. طب انا دلوقتي الاجهزه اخدت اي بي ادرس، مفروض بتعمل ايه؟ بتروح تسجل نفسها في الدي اتش سي بي ان والله انا واخد اي بي كذا بماك فلان. مش كده وبس، ده انا بروح اسجل نفسي في الداتابيز بتاعه الدي ان اس سيرفر دوت. اسجل فيها ايه؟ اسجل فيها ان لو كتبت كلمه dc.fci.com المقصود بها اللي هو الاي بي ادرس اللي هو 10.001، و bc1 مقصود بها 10.10، البc2 المقصود بها 10.20، وهكذا. ده معناه ان احنا في الدومين احنا بنتعامل بالاسماء ولا بنتعامل بالاي بي ادرسز؟ احنا المفروض بنتعامل بالاسماء. مين اللي هيعمل ريزولفيشن للاسماء؟ هو الدي ان اس. فعشان كده بيقول لك دايما لما تيجي تعمل اكتف دايركتوري لازم تكون مشغل معاه ايه؟ مشغل معاه دي ان اس. طيب انا دلوقتي مفروض بالنسبه للدي ان اس كانت اول فانكشن فيه ان هو يعمل ريزولفيشن. تاني فانكشن فيه قال لك ان هو بيعمل حاجه اسمها سيرفيس لوكيشن. يعني ايه بيعمل حاجه اسمها سيرفيس لوكيشن؟ السيرفيس لوكيشن يعني انا دلوقتي لما باجي اخش على جهاز الكمبيوتر ده مفروض ان هو بيطلع لك ويندو كده بيدخل فيها اليوزر نيم والباسورد. هو بيعرف منين ان هو مفروض يوثنتيكيت مع الاكتف دايركتوري سيرفر؟ قال لك اول حاجه بيعملها جهازك ان هو بيروح يسال الدي ان اس، يقول له والله انا عاوز اعمل اوثنتيكيشن. طب الاوثنتيكيشن بروتوكول المستخدم في الاكتف دايركتوري ده بيبقى اسمه الكيربروس والال دام. يقول له والله انا عاوز اعمل اوثنتيكيشن بالكيربروس او بعمل اوثنتيكيشن بالال دام. هيقول له والله مين السيرفر اللي في الشركه اللي بيقدم السيرفيس بتاعه الاوثنتيكيشن دي او بتاعه الكيربروس؟ هو مين؟ مين السيرفر ده اللي هو واخد اي بي كام؟ 10.001. يعني يبدا يرد عليه يقول له والله لما تيجي تعمل اوثنتيكيشن اوثنتيكيت مع السيرفر اللي واخد 10.001. فيبدا الجهاز يروح باعت اليوزر نيم وباسورد للسيرفر الاي بي ادرس بتاعه كام؟ 10.001. قيس عليها بقى حاجات كتير. انا عاوز ابعت ميل، بروح اسال الدي ان اس الاول فين الميل سيرفر اللي هنا، فيرد عليك بالاي بي ادرس بتاع الميل سيرفر. انا والله عاوز ارفع ملف، فيرد عليك بالاي بي ادرس بتاع الفايل سيرفر مثلا على سبيل المثال. فتاني وظيفه بيعملها لي الدي ان اس سيرفر ان هو بيعمل حاجه يا شباب اسمها سيرفيس لوكيشن. يعني ايه سيرفيس لوكيشن؟ يعني بيعرفك ايه هو مكان السيرفر اللي مفروض حضرتك هيقدم لك الخدمه اللي انت طالبها دي. تمام. طيب انا دلوقتي لما اجي اشوف الاكتف دايركتوري سيرفر بتاعي واجي اشوف الرولز بتاعتي اللي متخزنه فيه، هلاقي ان انا الدي ان اس عندي متسطب. هو مين اللي سطب الدي ان اس ده؟ مين اللي سطبه؟ ولا اتسطب امتى؟ واحنا بنسطب الاكتف دايركتوري قال لك انت بتعمل اكتف دايركتوري يعتبر كبرايمري، فانت لازم الدومين دوت يكون فيه دي ان اس سيرفر. الدي ان اس سيرفر دوت مفروض ان هو يعمل ريزولفيشن على الاسماء اللي في قلب الدومين. تمام؟ يعني انا دلوقتي الدي ان اس دوت لما اجي افتحه
هلاقي ده شكل الداتابيز بتاعتك. الداتابيز متقسمه لحاجتين اساسيه، حاجه اسمها فورورد لوك اب زون، وعندي حاجه اسمها ريفرس لوك اب زون. الفورورد لوك اب زون ده معناه ان انا بعمل ريزولفيشن من اسماء لاي بي هات، اما الريفرس لوك اب زون معناه العكس، بعمل ريزولفيشن من اي بي هات لاسماء، يعني العكس، بديك اي بي انت ترد عليا بالايه، بالاسم بتاع الشخص ده. فانا دلوقتي هو مفترض ان هو اوتوماتيك، هو عمل داتابيز مسميها الاف سي اي دوت كوم، مسجل فيها اسماء الناس اللي هو مفروض اللي هو الدي سي اللي هو السيرفر 10001، الجهاز اللي هو البي سي 1 لو كان جهاز الكلاينت اللي هو 10060. هل انا اللي سجلت الكلام ده؟ هل انا اللي كريت الفورورد لوك اب زون دي؟ انا ما كريتش اي حاجه من الكلام ده. طب انا دلوقتي الداتابيز بتاعتي فيها كام ريكورد؟ هو لو انا جيت سالت على كلمه دي سي هيرد عليا، لو جيت سالت على بي سي 1 سيلز هيرد عليا، تمام. طب لو انا جيت دلوقتي من جهاز موجود هنا في الشركه ورحت فاتح البراوزر بتاعه ورحت كاتب www.google.com، هل الجهاز ده كده هيقدر يعمل ريزولفيشن؟ ايه اللي هيحصل؟ مفروض ان الجهاز ده هيروح يسال الدي ان اس www.google.com الاي بي ادرس بتاعه ايه، هل الدي ان اس عنده المعلومه دي؟ ما عندوش المعلومه دي. طب ايه الحل؟ قال لك الحل ان انا الدي ان اس سيرفر اللي عندك في الشركه مفروض تكون رابطه، مفروض تكون رابطه بدي ان اس فوروردر بره. يعني انا مفروض السيرفر دوت اكون رابطه بسيرفر بره الشركه بتاعتي اسمه دي ان اس فوروردر. طيب افرض المعلومه دي مش موجوده في الدي ان اس فوروردر، مفروض يكون برضو مربوط بمين؟ بمين؟ بالروت هنس. يعني لو المعلومه مش موجوده في الدي ان اس فوروردر هيروح يسال مين؟ الروت هنس. طب انا الدي ان اس اللي بتبقى موجوده مع الاكتف دايركتوري هل متجهزه للكلام ده؟ هل متجهزه للكلام ده؟ اقول لك لا. طب انا المفروض عشان اجهز الدي ان اس سيرفر بتاعي لحاجه زي دي، المفروض ان انا باجي على الدي سي اللي هو الدي ان اس سيرفر واروح داخل على البروبرتيز بتاعته. هتلاقي في عندك حاجه هنا اسمها الفوروردرز، الفوروردرز بتاعتك ما فيهاش حاجه. طب انا دلوقتي المفروض لما اجي اضيف الفوروردر بتاعي، المفروض لما اجي اضيف الفوروردر بتاعي يا اما اجيبه مثلا من صفحه الراوتر اللي بيطلعني مثلا على الانترنت، او مثلا اربطه بالدي ان اس فوروردر بتاع جوجل مثلا على سبيل المثال. يعني انا مثلا ممكن عايز اضيف دي ان اس فوروردر، فانا بروح قايل له اديت، اقول له والله مثلا لما تبقى مش عارف معلومه روح اسال السيرفر ده، واروح قايل له اوكي. فهو هنا دلوقتي انا كده ضفت دي ان اس فوروردر اللي هو الاربع تمانيات. طب لو المعلومه دي مش موجوده في الدي ان اس فوروردر المفروض ان هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك يوز الروت هنت اف نو فوروردر ار افيلابل. يعني لو السيرفر دوت مش متاح او مش بيرد عليا هروح اسال مين؟ الروت هنس. لو شلت التشيك بوكس دي يبقى كده يروح يسال الروت هنس؟ لا. فانت يفضل ان انت تبقى سائل، تمام. هو دلوقتي كان بيعمل ريزولفيشن، كان بيحاول يتواصل مع الاربع تمانيات، ما عرفش عشان السيرفر ده مش طالع على الانترنت. لكن لو طالع على الانترنت كان هيطلع لك علامه خضراء كده ان هو خلاص كونكتد بالدي ان اس فوروردر اللي بره. ايه الغرض من الدي ان اس فوروردر؟ الغرض من الدي ان اس فوروردر لما يكون في مش معلومه حضرتك مش موجوده في الدي ان اس بتاعك يروح يسال مين؟ الدي ان اس فوروردر. طب المعلومه اللي بيسالها دي او بيروح يسالها للدي ان اس فوروردر هل بتتسجل هنا في الدي ان اس داتابيز ولا بتتسجل في الكاش بتاعه السيرفر؟ بتتسجل في الكاشنج بتاعه السيرفر. الداتابيز بتاعتي دي مفيش حد مسموح له ان هو يحط فيها ريكوردز الا اللي انا محددها له بس، تمام. طيب انا دلوقتي مفروض ان 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 الداتابيز بتاعت اي دي ان اس في الدنيا هي متقسمه لدومينز. يعني ايه متقسمه لدومينز؟ يعني انا لو جيت مثلا اشوف السيرفر اللي هو بتاع الاربع تمانيات ده، السيرفر بتاع الاربع تمانيات ده هو عباره عن ايه؟ يعني تعالى كده نتخيل ان ده السيرفر بتاع الاربع تمانيات اللي هو بتاع جوجل. الداتابيز بتاعنا احنا اتفقنا ان هي فيها اتنين ريكورد او اتنين داتابيزز، داتابيز اسمها الفورورد لوك اب زون، وداتابيز تانية اسمها الريفيرس.
ايه الفرق ما بين الفورورد والريفيرس؟ الفورورد بديها اسم ترد عليا بايه؟ باي بي ادرس. هل دي ليها استخدام؟ اه طبعا ليها استخدام. طيب في حاجه اسمها الريفيرس لوك اب زون، انا بديها اي بي ادرس يرد عليا باسم. طب تعالى كده نتخيل مع بعض، انا دي استخداماتها في ايه دي؟ امتى اكون انا عارف الاسم وعاوز اعرف عارف الاي بي وعاوز اعرف الاسم؟ حاجه تانية، كلامك صح بس هعدله شويه. انت مش ساعات كده بيجي لك ايميلات؟ ساعات بيجي لك ايميلات، الايميلات ديت الايميل الميل بوكس بتاعك بيعتبرها كسبامر، يقول لك ده سبام ويرميها فايل اسمه الجنك، يخليك ما تفتحهاش خالص، لان ده اكيد ده اتاكر. ايه اللي بيحصل؟ انا دلوقتي هفترض ان انا كجهاز كمبيوتر، ده الجهاز بتاعي، في سيرفر بيحاول ان هو يبعت لي ميل. هو السيرفر ده لما بيجي يتواصل معايا، هو بيتواصل معايا بالاسم ولا بالاي بي ادرس؟ اكيد بيتواصل معايا بالاي بي ادرس. طب هو لما بيتواصل معايا بالاي بي ادرس، هفترض ان السيرفر دوت جاي لي من الجيميل دوت كوم، ماشي؟ هو لو الجيميل دوت كوم حقيقي يبقى اسمه www.gmail.com. طب لو هو جيميل فيك، هيبقى نفس اسم السيرفر الحقيقي اللي هو الجيميل ولا ليه اسم تاني؟ اكيد ليه اسم تاني. هفترض مثلا ان هو اسمه sales.com، www.sales.com. هو بيبعت لك الايميل على امل ان انت ما تعملش ريزرفيشن على اسمه، فانت مش هتعرف اسمه اصلا، فهو جاي لك في هيئه اي بي ادرس، فانت ممكن تقبل الايميل بتاعك على طول. فانت مفروض جهازك الاول يعمل ايه قبل ما يستقبل الميل؟ مفروض جهازك يروح يسال الدي ان اس الاول، يقول له والله انا في ميل سيرفر بيتواصل معايا بالاي بي ادرس ده، اسمه ايه؟ لو طلع لك www.sales.com يبقى ده سيرفر فيك ولا سيرفر حقيقي؟ ده سيرفر فيك. وده اللي بنلاقيها دايما مع البرامج اللي هي كانتي فايروس، يقول لك انا بعمل لك براوزر سيف، او لما تيجي تعمل بيمنت اونلاين يقول لك انا عامل لك براوزر سيف. يعني ايه براوزر سيف؟ يعني بيتاكد الاول قبل ما اي حد يتواصل معاك هل الدومين بتاعه فيك ولا مش فيك. طب يعرف المعلومه ديت منين؟ المفروض ان هو بيروح يسال الريفيرس لوك اب زون، تمام؟ طيب حلو قوي. الفورورد لوك اب زون او الريفيرس لوك اب زون من جوه بقى بيكون شكلها عامل ازاي؟ انا مفروض عندي شركه اسمها fci.com، مفروض ان انا بروح اعمل ايه؟ بروح اشتري لها حاجه اسمها دومين. الناس اللي بتشتغل في الويب عارفه الكلام ده، لما تيجي تعمل ببلش للسايت بتاعك مفروض ان انت بتشتري له دومين. يعني ايه بشتري له دومين؟ يعني بقول والله انا عندي سيرفر فلاني باسم الفلاني ومتببلش على الاي بي ادرس كذا. فايه اللي بيحصل؟ انا مثلا اشتريت دومين اسمه fci.com. عندك فيه كام سيرفر حضرتك؟ انا الدومين دوت انا عندي فيه سيرفر واحد، وعندي فيه سيرفر اتنين، وعندي فيه سيرفر تلاتة. الفول كواليفايد دومين نيم بتاع السيرفرات ديت ايه؟ ده بيبقى سيرفر واحد دوت اف سي اي دوت كوم، ده سيرفر اتنين دوت اف سي اي دوت كوم، ده سيرفر تلاتة اف سي اي دوت كوم. طبعا كل واحد ليه اي بي ادرس، فانا مخزن له الاي بي ادرس بتاعه في الدي ان اس، بحيث ان انت لما تيجي تتواصل مع اي سيرفر من السيرفرات دي يبدا يرد عليك بالايه؟ يبدا يرد عليك بالاي بي ادرس بتاعك، تمام؟ يعني انا مفروض الداتا بيزز اللي في الفوروردر بتتسجل بناء على اسماء الدومينز. طيب في الريفيرس لوك اب زون هل هتتسجل على الاسماء ولا على الاي بي ادرس؟ هتتسجل على الاي بي ادرس. يعني انت تلاقي الرينج بتاعك مثلا رينج ال10، 10 دوت اي حاجه، 10 دوت 1 ده الدي سي سيرفر، 10 دوت 60 ده البي سي 1 دوت سيلز، وهكذا. فاهمين قصدي يا شباب؟ ده كده شكل الداتابيز في الفورورد وشكل الداتابيز في الريفيرس، تمام؟ طيب فانا دلوقتي مفروض ان الداتابيز بتاعتي زي ما احنا شايفين اهوت، انا في الفورورد لوك اب زون علشان انا مشغل الدي ان اس مع الاكتيف دايركتري، انا في داتابيز متكريته اسمها ايه؟ fci.com. الداتابيز ديت غرضها يا شباب غرضين اساسيين، غرض ريزولفيشن من اسماء لاي بيهات، والغرض الثاني الايه؟ سيرفيس لوكيشن.
طب السيرفيس لوكيشن بتاعي اللي هنا فين؟ والله في سيرفيس لها علاقه بالـ TCP بروتوكول وفي سيرفيس لها علاقه بالـ UDP بروتوكول. يعني مثلا على سبيل المثال الـ TCP، انا لما بكون عاوز اعمل اوثنتيكيشن فانا بروح اسال الدي ان اس اقول له والله فين السيرفر اللي بيقدم السيرفيس بتاعه الكيربروس، فيبدا يرد عليا يقول لي ان السيرفر دوت اللي هو مين، اللي هو dc.fci.com، ده الاكتيف دايركتوري بتاعي. يعني انا هنا ممكن بكل بساطه اجي واضيف ريكورد من نوع سيرفيس لوكيتور خاص بسيرفيس معينه ببروتوكول معين ببريوريتي معينه، ببريوريتي معينه. فانا مفروض انا ممكن اجي هنا واضيف ان انا مثلا عندي ميل سيرفر، السيرفر دوت بيقدم السيرفيس بتاعته باي بي ببورت كذا، فلما حد يجي يسالك على الميل سيرفر يروح يرد عليه بالاي بي بتاع الميل سيرفر وهكذا. ماشي؟ طيب يبقى اول شكل من اشكال الداتابيزز بتاعتي ان الزون او الفورورد لوك اب زون بتاعتي هي زونه شغاله مع اكتيف دايركتوري سيرفر. طب افرض ان الديزاين بتاعي بالوضع ده، الديزاين بتاعي بالوضع ده اللي هو ايه، ان الديزاين بتاعي ان الدي ان اس سيرفر ده سيرفر منفصل عن الاكتيف دايركتوري. انا الديزاين بتاعي كده ان الدي ان اس سيرفر بتاعي منفصل عن الاكتيف دايركتوري. فانا دلوقتي بالنسبه للداتابيز اللي موجوده هنا، هل هي اللي تتكريت ولا انا مفروض انا اللي كريتها؟ مفروض انا اللي كريتها. طب لما اجي كريتها الداتابيز ديت من جوه هي عباره عن حاجتين، هي فورورد لوك اب زون وريفرس لوك اب زون. يعني هفترض ان انا السيرفر اللي انا شغال عليه دوت ده سيرفر مش هو الاكتيف دايركتوري وانا عاوز اشغله كدي ان اس، اعمل ايه؟ ممكن اجي كده في الفورورد لوك اب زون رايت كليك واروح قايل له نيو زون، هيقول له نيكست، هيقول له والله انت عاوز تعمل زون نوعها ايه. اول نوع عندك من انواع الزونز اللي هي البرايمري زون، في عندك اسمها برايمري زون ويز اكتيف دايركتوري، يعني التشيك بوكس اللي تحت دي معناه ان دي دي ان اس وفي نفس الوقت شغالك عليه اكتيف دايركتوري. لو شلت التشيك بوكس ديت معناه ايه؟ معناه ان ديت زونه شغاله على سيرفر مش بتاعت ايه، مش بتاعت اكتيف دايركتوري. طيب تعالى كده نعمل دي، هيقول لي اسم الزونه ديت ايه. افترض ان انا عندي دومين تاني مثلا على سبيل المثال اسمه facebook.com، هيقول لي انت عاوز تخزنه فين. هو هيتخزن عندك بالاسم ده، يعني انت الداتابيس بتاعتك هتتخزن بالاسم ده، اقول له مفيش مشكله. هيبدا يقول لي الداتابيس دي انت عاوز الناس تضيف الريكوردز بتاعتها بشكل اوتوماتيك ولا انت اللي تضيفها بشكل ستاتيك. يعني ايه؟ لما اجي اشوف الاوبشنز بتاعتي هيقول لك دونت الاو دايناميك ابديتس، يعني الداتابيس ديت انا اللي هامله الريكورد بتاعتي بشكل ستاتيك، انا اللي هقول الاسم الفلاني الاي بي ادرس بتاعه كذا، الاسم الفلاني الاي بي ادرس بتاعه كذا. او اروح مختار الاوبشن دوت بيقول لك الاو بوز نون سكيور اند سكيور دايناميك ابديتس، المقصود بيها ايه؟ معناه الناس اللي شغاله في بيئه الدومين تروح تسجل نفسها، والناس اللي شغاله في بيئه الورك جروب برضه تروح تسجل نفسها. الاوبشن ده كده سكيور ولا نون سكيور؟ انا ممكن واحد يروح يسجل في الدي ان اس ريكورد غلط يبهدل لي بيه، تمام؟ طيب الاوبشن اللي فوق ده بيقول لك ايه؟ بيقول لك الاو اونلي سكيور دايناميك ابديتس، قال لك ان انا بسمح بس للناس اللي في الدومين اللي مسمح لهم بس ان هم يحطوا الريكوردز بتاعتهم بشكل اوتوماتيك. يعني انا بقول الناس اللي في الدومين بس هم اللي يقدروا يحددوا هو اسمهم واي بي بتاعهم ايه في الدي ان اس. فانا لو الزونه بتاعتي دي عاملها على اكتيف دايركتوري هتلاقي ان الاوبشن بتاعك ده شغال. لو الزونه دي عاملها على سيرفر منفصل هتلاقي ان هو يا اما الناس اللي هم في الورك جروب او الناس اللي هم في
الدومين الاثنين يقدروا يحطوا في الداتابيز او ان انت تضيف الريكوردز بتاعتك بشكل ستاتيك. تمام. طب هفترض ان انا هضيف انا الريكورد بشكل ستاتيك فينش، هلاحظ ان انا بقى في داتابيز عندي جديده خالص، بقى الدومين بتاعها اسمه fci.com. طب هفترض مثلا ان انا في الداتابيز دي عاوز اضيف فيها ريكوردز، هو دلوقتي الريكوردز اللي هتنضاف فيها تنضاف بشكل ستاتيك ما تنضافش بشكل دايناميك. طب انا دلوقتي لو انا عاوز اضيف ريكورد، في عندي انواع من الريكوردز، في عندك حاجه اسمها الاي ريكورد، وفي عندك حاجه اسمها الاربعه اي ريكورد، وحاجه اسمها الالياس، وحاجه اسمها الام اكس، وعندك حاجه اسمها الاذر نيو ريكورد. ايه بقى الكلام ده؟ لما اجي اشوف ايه الفرق ما بين الريكوردز بتاعتي اللي بتتحط في الداتابيز، انا اول ريكورد عندك، اول ريكورد عندك بيبقى اسمه ايه؟ اول ريكورد عندك بيبقى اسمه الاي ريكورد. الاي ريكورد بيبقى الغرض منه ان انت بتعمل ريزولفيشن ما بين اسم ل اي بي ادرس، بس اي بي ادرس فيرجن 4. اما الاربعه اي ريكورد ده برضو بيعمل ريزولفيشن من اسم بس لاي بي في 6 ريكورد. تمام. طيب في عندي ريكوردز تانية، في عندي ريكورد بيبقى اسمه الام اكس، بيعمل ريزولفيشن ما بين ايه وايه؟ بيعمل ريزولفيشن ما بين ميلينج سيرفر، يعني انت بتسال على الميلينج سيرفر يرد عليك بالاي بي ادرس بتاعه. تمام. ممكن تحط انت بشكل كاستمايز اي سيرفيس. يبقى انا كده بعمل ريكورد من نوع ايه؟ بعمل ريكورد من نوع سيرفيس لوكيتور اس ار في ريكورد، بعمل سيرفيس لوكيتور زي ما احنا شفناها لما كانت الكيربروس رد عليه وكنت بقول لك مثلا دي سي دوت مش عارفه كذا. تمام. طيب في ريكوردز تانية، في عندي حاجة اسمها السي نيم. ايه السي نيم ده؟ انت لما تيجي تخش على جوجل بتكتب www.google.com، هل ده اسمه الحقيقي ولا ده الالياس نيم بتاعه؟ ده الالياس نيم بتاعه. يعني انا دلوقتي لو جيت كده على السي ام دي بتاعت جهازي انا ورحت عامل ns lookup لل www.google.com، شوف اللي هيحصل. هيقول لي والله ان السيرفر ده اسمه الحقيقي هو اسمه دي ان اس، لكن الالياس بتاعه ايه؟ www. يعني انا ممكن اعمل الياس نيم او اسم مستعار لاسم معين. تمام. رد عليا بقى ان هو طبعا ده الاي بي ادرس بتاعه الاي بي فيرجن 6، وده الاي بي ادرس بتاعه بتاع الاي بي فيرجن 4. طيب تعالى بقى نلعب في قصه الريكوردز دي، تعالى نعرف ازاي اضيف الريكوردز دي. يعني مثلا في الدومين اللي هو الفيسبوك دوت كوم ده عاوز اضيف فيه ريكورد من نوع ايه ريكورد، اروح قايل له نيو هوست، هيقول له والله هو اسمه ايه؟ انا مثلا هقول له ان الريكورد ده اسمه الام اتش مثلا، فهو على طول بتلاقيه مترجم ان الام اتش دوت فيسبوك دوت كوم، بيكمل لك الفول كواليفايد دومين نيم بتاعه. طيب هو الاي بي ادرس بتاعه انت عاوز تترجمه لايه؟ هترجمه لاي حاجه، 102 مثلا 10.0.0.1 مثلا اللي هو الاي بي ادرس بتاع السيرفر مثلا. ماشي. واروح قايل له ات هوست، هلاحظ ان انا الريكورد بتاعي انضاف اهو. طب لو عايز اعمل 4 اي ريكورد اللي هو بتاع الاي بي فيرجن 6 اهوت، هقول له انا عاوز اعمل برضه الام اتش اللي هو الجهاز اللي هو الام اتش دوت، والاي بي ادرس بتاعه اللي هو 2000.1. انا كده دلوقتي بكتب اي بي فيرجن 4 والاي بي فيرجن 6 اي بي في 6، وراح قايل له اد. يبقى انا ضفت كده الريكورد ده. انا دلوقتي لو جيت على الجهاز ده وجيت دلوقتي اسال على ان اس لوك اب على ام اتش دوت فيسبوك دوت كوم، ايه اللي حصل؟ راح مترجم ان الام اتش الاي بي ادرس بتاعه ده والاي بي ادرس بتاعه ده. يعني لو كتبت الاسم ده في اي حته، او لو انا جيت مثلا كده رحت قايل بينج على ام اتش دوت فيسبوك دوت كوم، هتلاقي البينج بتاعك شغال، هو عمل له ريزولفيشن للاي بي ادرس اللي هو 10.1 وراح مبنج عليه، بعت له الاربعه ايجو بتوعه. تمام.
طيب ده كلام جميل. طب افرض انا عاوز لما اجي اتكلم مع السيرفر ده اتكلم معاه بالياس نيم، ما اتكلمش معاه باسمه الحقيقي، يبقى انا عامل له ريكورد من نوع ايه؟ عامل له ريكورد من نوع ايه؟ سي نيم. اروح اعمل له سي نيم، هيقول لي انت عاوز تعمل الالياس بتاعه ايه؟ اقول له مثلا دبليو دبليو دبليو، على طول يترجم ان هو هيبقى اليو ار ال دبليو 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 فيسبوك دوت كوم. ماشي. طيب هو مين بقى السيرفر دوت؟ ممكن اروح اعمل له براوز كده جوه الدي سي، جوه الفورورد لوك اب زون، جوه الفيسبوك اللي هو الريكورد ده مثلا، واروح اقول له اوكي. فانا دلوقتي لو جيت كتبت www.facebook.com هيترجم ان هو مين؟ ان هو السيرفر ده او الاي بي ادرس ده. طب تعال نجربها. يعني دلوقتي هاجي من هنا، بدل ما كنت بقول له بينج على facebook.com بينج على www.facebook.com، الاقي البينج بتاعي شغال. هو دلوقتي عمل ايه؟ هو دلوقتي عمل ريزولفيشن للعشرة لليو ار ال دوت لعشرة واحد، وبنج عليه بعت له رسائل الاربع رسائل بتوع الاي كوميرس. تمام يا شباب؟ في مشكله في ده؟ طيب في عندي ريكوردز ثانيه، زي ما انا كنت بقول لك في عندك الاس ار في ريكورد، ده كان بيعمل ايه؟ ده بتاع السيرفيس لوكيشن. انا لو عاوز اضيف ريكورد يخليه يترجمه لسيرفر معين موجود عندي، انا عندي مثلا ويب سيرفر، اروح ضايف مثلا البورت بتاع ال 443 مع الويب سيرفر، بحيث ان لما حد يسال فين الويب سيرفر دي الناس يرد عليه بالسيرفر اللي هو الويب سيرفر. ماشي. طيب في ايه كمان؟ في عندك الام اكس، لو انت عندك ميلينج سيرفر فانت بتعمل ام اكس ريكورد. ماشي. ايه ميلينج سيرفر؟ انت عندك ميل سيرفر في الشركه وانت عاوز لما حد يجي يبعت ميل يكونكت على طول على الميل سيرفر. تمام. طيب ليه كده؟ ليه كده؟ طب اطلع قدام، اطلع قدام وانت تولع. ها شغاله تاني. طيب ده كده بالنسبة للفورورد، دي كده بالنسبة للفورورد لوك اب زون. طيب هو مش وارد ان انا اكون عامل دي ان اس ودي ان اس تاني شغال معايا از باك اب، صح؟ طيب انا دلوقتي انا الداتا بيز الاساسية بتاعتي بتاعت الفيسبوك دوت كوم متسجلة هنا، عاوز اشغل معايا في سيرفر تاني كدي ان اس بس از باك اب، عادي بكل بساطه هتجيب سيرفر وتنزل عليه ويندوز سيرفر، بس لما تيجي حضرتك تعمل عليه الدي ان اس كونفيجريشن بتاعتك، انا دلوقتي عندي دي ان اس رئيسي، الدي ان اس ده مفروض ان هو عليه داتابيز نوعها برايمري، انا عاوز اشغل سيرفر تاني كدي ان اس بس عاوز الداتابيس بتاعتي ديت تبقى سنكرونس معاه. ايه الغرض؟ ان لو السيرفر ده وقع ايه اللي يحصل؟ السيرفر التاني يشتغل مكانه. لما الانترنت فصل في مصر كان ايه اللي حصل؟ كان كل الدي ان اس سيرفرز كلها كانت وقعت. ليه؟ كان البرايمري والسكندري وكله وقع. تمام؟ انا عشان أأمن نفسي إن الدي إن إس بتاعك ما يقعش، أنا بعمل معايا كدي إن إس بس بيشتغل أزا سكندري. طب هفترض إن أنا الدي إن إس سيرفر اللي أنا شغال عليه ده، اللي أنا شغال عليه ده هو ده السكندري سيرفر، طبعًا أجهزتنا مش هستحمل إن أنا أعمل سيرفرين مع بعض. أنا دلوقتي عاوز أعمل سكندري سيرفر، بكل بساطة لما أجي على الفورورد لوك أب زون رايت كليك نيو زون هلاقي ظهر معايا النوع رقم كام؟ نوع رقم 3 اللي هو السكندري زون. طب السكندري زون ديت مفروض ان هي بتاخد المعلومات بتاعتها منين؟ من برايمري. هل اقدر اديت في السكندري؟ لا، السكندري زون ما اقدرش اديت اي معلومات. طيب لما اجي اعمل نيكست هيقول لي اسم الزونه ديت ايه، فانا بكتب اسم الدومين اللي هناك. فاهمين قصدي؟ يعني انا بعمل سكندري للاف سي اي دومين، فانا دلوقتي هو بيسالني عن اسم الزونه هناك ايه؟
ماشي. افترض ان اسم الزونه هناك مثلا fci1.com، انه عملتها نفس الاسم هيقول لي ما انت عندك الزونه ديت عندك اصلا كبرايمري. نيكست. هنا بيسالني على الاي بي ادرس بتاع مين؟ بيسالني على الاي بي ادرس بتاع الدي ان اس سيرفر البرايمري. يعني مثلا افترض ان السيرفر ده واخد 10.0.0.2 والبرايمري بتاعك 10.0.0.1، فانت تروح كاتب هنا ان والله ان السيرفر اللي انا هشتغل معاه كبرايمري اللي هو 10.0.0.1. طبعا هو هنا بيقول لك مفيش اصلا سيرفر شغال هنا بالوضع ده علشان اشتغل معاه كبرايمري، ده طبيعي لان انا كله شغال على سيرفر واحد. فهنا تلاقي العلامه هنا ظهرت باللون الاحمر. لو السيرفر ده فعليا شغال وعليه الزونه دي هتلاقي ان العلامه دي بقت باللون الاخضر، يعني دلوقتي اشتغلت معاه as a secondary server. اقول له next finish. هنا طبعا مش قادر يكريتها لان هو مش قادر يتواصل مع السيرفر اللي هيسحب منه الايه؟ اللي هيسحب منه الداتابيس دي. تمام يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب حلو قوي. طيب النوع الثالث بي او قبل ما اخش على النوع الاخير اللي هو الستب السكندري ديت، مفروض ان هي ازاي بتعمل ابديت للداتابيس بتاعتها. يعني انا دلوقتي انا عامل سيرفر رئيسي وسيرفر كباك اب. دلوقتي في هنا ريكوردز، الريكوردز ديت يا اما عماله تزيد يا اما عماله ايه؟ عماله تقل. طب انا دلوقتي بالنسبه للريكوردز اللي هنا لازم لما ده يزيد ده يزيد، ولازم لما ده يقل ده برضو ايه؟ يقل. فانا دلوقتي انا بعرف ازاي ان الداتابيس في البرايمري اتغيرت؟ بعرف ان الداتابيس في البرايمري اتغيرت بناء على ريكورد بيبقى اسمه السوا ريكورد. اي تغيير بيحصل في الزونه اللي انت رابطها معاه، لو التغيير باضافه ريكورد بتلاقي ان الرقم ده بيزيد، لو التغيير بان انا شلت ريكورد الرقم ده بايه؟ الرقم ده بيقل. يعني انا هلاحظ دلوقتي ان اي فورورد لوك اب زون هنا مثلا على الفيسبوك دي مثلا، هلاحظ ان انا في ريكورد اسمه السوا ريكورد. اي تغيير حضرتك هتعمله هتلاقي الرقم ده بيزيد، اي تغيير بان انت بتشيل حاجه من الداتابيس هتلاقي ان الرقم ده بيقل. تمام؟ طيب يعني انا مثلا برضو هنا نفس الكلام اللي هي الفيسبوك، الفيسبوك داتابيز اي تغييرات اهيت، هتلاقي ان التغيير بتاعك ده ب 34 تغيير، يعني في حاجات انضافت وحاجات اتشالت. ماشي؟ فايه اللي بيحصل؟ بتلاقي ان السكندري اول لما بيجي يقوم بياخد نفس رقم السوا ده. اول لما يلاقي رقم السوا ده متغير ده معناه ان ايه اللي حصل؟ في تغيير في الداتابيز، فانا المفروض اعمل ابديت للداتابيز دلوقتي. تمام؟ في مشكله في الكلام ده؟ تمام؟ طيب ممكن اكون عندي في الشركه ديزاين تاني خالص. ايه الديزاين اللي عندي تاني في الشركه؟ انا دلوقتي عرفت ان انا في عندي برايمري وفي عندك برايمري ويز اكتف دايركتوري، لو هو اكتف دايركتوري ودي ان اس في نفس الوقت، او لو هو برايمري لوحده، او لو هو سكندري. في نوع رابع ان انت ممكن يكون في عندك دومين، مفروض ان السيرفرين دولت في نفس الدومين. طب افرض انت عندك دومين تاني، فاكيد في دي ان اس سيرفر تاني، والاثنين دومينز دولت بيتواصلوا مع بعض. فهل من اللوجيك ان كل الداتابيز اللي هنا اخد منها كوبي واحطها على البرايمري والسكندري بتاعي؟ هل ده لوجيك؟ لا. امال هعمل ايه؟ قال لك بكل بساطه ان انت تروح جاي كده على اي سيرفر عندك وتعمل عليه فورورد لوك اب زون، بس بيبقى اسمها الستوب. الستوب دي بتعمل ايه؟ ان لو في جهاز هنا بيسالك على اسم جهاز هنا، فايه اللي هيحصل؟ هو هيروح يسال ده. طب ده ما عندوش المعلومه لان ده فاضي، هو مربوط بالدي ان اس سيرفر اللي هنا. يعني بمعنى اصح اكني بعمل دي ان اس فوروردر بس لشركه ثانيه جنبي. فاهمين قصدي؟ انا بعمل دي ان اس فوروردر بس لشركه ثانيه جنبي، يعني انا تخيل ان انت في شركتين بتو دومينز مختلفين وعاوزهم يتواصلوا مع بعض بالاسماء، فانت بتعمل الستوب
فورورد لوك اب زون، تمام؟ او ممكن ما اعملش الستوب فورورد لوك اب زون ديت خالص وبعمل حاجه تانية خالص اسمها الكونديشنال فوروردر. يعني انا في فوروردر عادي دي ان اس فوروردر عادي ده اللي بيطلعني مع المواقع اللي على الانترنت، وفي كونديشنال دي ان اس فوروردر ده وقت اللي المفروض بيربطني باسماء تانية في دومين تاني، تمام؟ طيب الكلام ده بيتعمل ازاي؟ انا هوت ممكن اجي هنا على الفورورد لوك اب زون بتاعتي، رايت كليك نيو زون، واروح اقول له والله انا عاوز اعمل ستوب زون. طب الستوب زون ديت هو بيقول لك ايه؟ بيقول لك والله هو بس بيكاري ريكورد من نوع نيم سيرفر، يعني هو بيشاور على دي ان اس سيرفر تاني. ده ما بيبقاش عارف المعلومه دي بيروح رايح سائل الدي ان اس ده، هل الدي ان اس ده اللي بيطلعنا على المواقع اللي على الانترنت ولا دي ان اس بتاع شركه جنبي؟ بتاع شركه جنب. فانا دلوقتي بروح قايل له نيكست، هيقول لي هو الدومين بتاع الشركه اللي جنبك ديت اسمه ايه؟ بتروح كاتب اسمه، هفترض مثلا هو fci.com fci2 مثلا، نيكست. هيقول لي انت عاوز تكريت الداتابيز بتاعته اللي هو الان اس ريكورد بتاعته فين في المكان دوت، اروح قايل له نيكست. هيقول لي الاي بي ادرس بتاع الدي ان اس ده كام؟ سي مثلا اقول له 10 20 مثلا. طبعا هو بيعمل له فاليديشن، بيحاول ان هو يكونكت مع السيرفر ده، مفيش سيرفر مفيش دومين اصلا بالاسم ده، فالفاليديشن بتاعك هيفيل. فتلاقي اهوت ان الزونه بتاعتك ما فيهاش داتا. ليه ما فيهاش داتا؟ مفيش سيرفر بالمواصفات دي اصلا، تمام؟ يبقى احنا قلنا عشان اعمل القصه دي يا اما اعملها عن طريق الستب او اعملها عن طريق ايه؟ الكونديشنال دي ان اس فوروردر. طب الكونديشنال دي ان اس فوروردر ده بعمله منين؟ خلي بالك انا الفوروردر العادي اللي هو بيطلعني على المواقع اللي على الانترنت كنت باجي هنا كده واروح داخل بروبرتيز من فوروردر وضفت الاي بي ادرس بتاع الدي ان اس فوروردر اللي بره. طب لو انا عندي دي ان اس بس في شركه تانية جنبي، فانا ممكن اعملها من الكونديشنال فوروردر ده، اقول له نيو كونديشنال فوروردر، هيقول لي اسم الدومين هناك ايه والاي بي ادرس بتاعه ايه. مثلا هو اسمه fci1.com، ايه الاي بي ادرس بتاعه اللي هو 10 مثلا 20، هيعمل له برضه فاليديشن. اوكي، مفروض هنا اي حد بيسال على الدومين ده هيروح راح سائل الدي ان اس سيرفر ده. فاهمين قصد يا شباب؟ لا، الفوروردر انا بسال على مواقع ببلشد على الانترنت، اما الكونديشنال انا بسال على اسماء اجهزه لشركه تانية جنبي بدومين تاني. وصلت؟ يا اما اعملها عن طريق الكونديشنال يا اما اعملها عن طريق الكونديشنال يا اما اعملها عن طريق الستوب زون. ماشي شباب؟ طيب الحته اللي هي بتاعت السبامينج، انا عاوز اتاكد من الاي بي يرد عليا بالاسم، دي اصلا ينفع اعملها في الفورورد لوك اب زون؟ لا، دي بعملها منين؟ من الريفيرس لوك اب زون. لما اجي اعمل الريفيرس لوك اب زون اقول مثلا عاوز اعمل نيو ريفيرس لوك اب زون نيكست، برده بيسالني نفس الاسئله، انت عاوز نوعها ايه؟ نفس الوضع. انا مثلا عشان هو مش عامل لي واحده للاكتف دايركتري، انا هعمل واحده للاكتف دايركتري دومين. هو الرينج بتاع الاكتف دايركتري كام؟ الاي بي ادرسز كانت النتورك كانت كام؟ كان رينج ال 10. يعني المفروض ان الريفيرس لوك اب زون بتاعتي هتبقى رينج الكام؟ رينج ال 10. فانا اروح قايل له نيكست، هيقول لي والله انت عاوز تعملها على مستوى ايه؟ على مستوى الفورست ولا على مستوى الدومين بتاعك ولا على مستوى الاجهزه القديمه؟ على مستوى الدومين بتاعي. هيقول لي والله انت عاوز تعملها اي بي فيرجن 4 ولا اي بي فيرجن 6؟ هخليها مثلا اي بي فيرجن 4. هيقول لي السبنت بتاعتك الرينج بتاعها كام؟ اقول له ان السبنت بتاعتي رينج 10 0 0 دوت الاجهزه بقى اللي جوه. اروح قايل له نيكست، هيقول له والله انت عاوز الناس تابديت نفسها ازاي؟ بص، مش الاوبشن ده ما كانش شغال هناك لما كنت عاملها برايمري بس؟ لما كنت عاملها برايمري بس كان الاوبشن ده مش شغال، لكن لما عملتها برايمري ويز اكتف دايركتري بقت الناس اللي في الدومين تقدر تضيف لنفسها ريكورد هنا عادي بشكل اوتوماتيك، تمام؟ طب لو انا عاوز اضيف انا كل حاجه بشكل ستاتيك، اعمل دونت الاو للاوتوماتيك ابديت،
او لو عاوز الناس الورك جروب والدومين يضيفوا وده unrecommended فانت تشغل اوبشن رقم ماشي. طيب احنا عشان اعملها برايمري مع اكتيف دايركتري هشغل الاوبشن ده وراح اقول له نيكست. فانا دلوقتي بقى عندي ريفيرس لوك اب زون بس فاضيه ما فيهاش حد. لما اجي كاريت فيها ريكورد نوع الريكورد بتاعي ايه؟ رايت كليك كده هتلاقي ان الريكورد بتاعك اسمه بي تي ار. البي تي ار ريكورد ده الريكورد اللي مفروض ان انا بعمل بي ريزولفيشن من ايه لايه؟ من اي بي لاسم. طب انا دلوقتي ممكن اعمل بي تي ار ريكورد هيبدا يسالني الاول هو ايه الاي بي؟ اقول له مثلا اي بي دوت 70 مثلا. طب لما يجي يكتب لي اسم ايه؟ لما يجي يكتب لي ايه اقول له مثلا www او لما اجي اعمل براوز على جهاز موجود عندي مثلا في الفيسبوك مثلا هشاور على الجهاز ده. يعني انا دلوقتي لو جيت سالتك على الاي بي ادرس ده ترد عليا بالايه؟ بالاسم بتاعه. طيب تعالى نعملها اروح قايل له اوكي. لو جيت دلوقتي جيت كده من السي ام دي المره دي هقول له ان اس لوك اب المره دي هكتب الاسم ولا الاي بي ادرس؟ هقول له مثلا الاي بي ادرس 10001 هيطلع لك اسماء السيرفرز اللي بالاي بي ادرس ده. هقول لك والله ان الاسم السيرفر ده اسمه mhfacebook.com. انت بقى ممكن يكون في برامج اصلا على جهازك بتعتمد على الريزولفيشن ده. يعني انا مثلا على جهازي في البيت ديفندر مثلا لما اجي اعمل اي بيمنت اونلاين بتلاقي فيه لازم يكون مربوط بره بدي ان اس ريفيرس لوك اب عشان يتاكد من الدومين ده مظبوط ولا مش مظبوط. تمام يا شباب؟ طيب لما كنت بعمل البي تي ار ريكورد انا ممكن كنت بعمله بشكل مانوال كده بايدي او ممكن اكون واقف هنا مثلا على البي سي سيلز ده ممكن دبل كليك كده عليه واروح قايل له ابديت نفسك كبي تي ار ريكورد. يعني حط لنفسك ريكورد معكوس فين؟ في الريفيرس لوك اب زون. اروح قايل ضغط هنا واروح قايل له اوكي. لما اجي اخش هنا في الريفيرس اعملها ريفريش بس هلاقي اهو الريكورد بتاعي انضاف. فانت لو جيت تسال على 1060 في اي حته هيرد عليك ويقول لك ده اسم الجهاز اللي هو البي سي 1 سيلز دوت اف سي اي دوت كوم. ماشي يا شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب حاجه اخيره انا بالنسبه اذا كانت فورورد لوك اب زون او اذا كانت ريفيرس لوك اب زون احنا اتفقنا مين اللي بيحط الريكوردز بتاعتها؟ احنا اللي بنحدد. يا اما انت بتضيفها بشكل ستاتيك يا اما الناس اللي من الدومين اللي بتضيفها يا اما الناس من الدومين والورك جروب اللي بتضيفها. طب هو دلوقتي مثلا على الاف سي اي دوت كوم هل انا اللي ضفت الاثنين ريكورد دول؟ مين اللي ضافهم؟ الاجهزه هي اللي راحت ضافت نفسها في الدي ان اس. تمام؟ طب انا عاوز اتاكد ان الفورورد لوك اب زون ديت هي متظبطه على اي سيتنجز؟ رايت كليك عليها بروبرتيز. لما اجي اشوف بقى هيقول لك والله ان الزون ديت راننج يعني شغاله نوعها هي اكتيف دايركتري يعني برايمري ويز اكتيف دايركتري وشغاله على مستوى كل الدومين والابديتس بتاعتك مين اللي بيعمل لها ابديت؟ السكيور اول ديت المقصود بها ايه؟ الناس اللي جوه الدومين بس. طب لو جيت كده قلت له نان يبقى كده اي حد يقدر يابديت؟ لا لازم انا اللي ابديت بايدي بشكل ستاتيك انا اللي اخش على الدي ان اس وانا اللي اضيف الريكورد وانا اللي امسحها. نان سكيور ان سكيور يعني الناس اللي في الدومين وبره الدومين تروح تسجل نفسها فين؟ في الدي ان اس وده طبعا خطر جدا. طب انا دلوقتي الجهاز بتاعي هو من نفسه كده بيروح يسجل نفسه ولا لازم انا اكون مشغله ان هو يروح يسجل نفسه؟ لازم اكون انا اللي مشغله ان هو يروح يسجل نفسه. ازاي؟ يعني تعالى مثلا اوريك جهازي انا. تعالى كده اشوف كارت النتورك اللي انا مثلا طالع بيه ده بتاع الواي فاي مثلا على مستوى الاي بي فيرجن 4 هتلاقي في عندك في الادفانسد سيتنجز في حاجه لها علاقه بالدي ان اس. هتلاقي ان هنا مطلع لك مسج بيقول لك ايه؟ بيقول لك ريجستر ذيس كونكشن ادريسز ان الدي ان اس. يعني انا بقول له ايه؟ يعني انت كجهاز
روح سجل نفسك في الدي ان اس سيرفر اللي انت رابط معاه. طب انا دلوقتي الجهاز بتاعي ده شغال ورك جروب ولا دومين؟ شغال ورك جروب. طب لو انا رابطه بالدي ان اس بتاع الاكتف دايركتري لما يجي يروح يسجل نفسه هل هيسمح له ان هو يسجل نفسه؟ لا. لا ليه؟ لان انا عاملها از سكيور اونلي. طب لما كان الجهاز اللي هو الكلاينت اللي هو احنا كنا عاملينه على الفي ام وير قدر ان هو يروح يسجل نفسه؟ ليه قدر ان هو يروح يسجل نفسه؟ علشان هو انا كاتب ان هو السكيور اونلي، يعني الناس اللي هم من الدومين هم اللي مسموح لهم اللي يروح يسجلوا نفسهم في الدي ان اس سيرفر. تمام. طيب بالنسبه للريكوردز اللي بتتحط دي هل بيحصل لها اكسباير زي الدي اتش سي بي؟ اه بيحصل لها اكسباير. ازاي؟ في عندك حاجه اسمها الايجنج. الايجنج مفروض ان هو متقسم لتو انترفلز. اول تايمر بيبقى اسمه النون ريفريش انترفل، وتاني تايمر بيبقى اسمه الريفريش انترفل. ايه الفرق ما بين الاثنين؟ يعني بقول لك هنا 7 ايام وهنا 7 ايام. يعني لما الجهاز يجي يسجل نفسه ويحط لنفسه ريكورد هو خد تو تايمرز، التايمر الاولاني اسمه النون ريفريش والتايمر الثاني اسمه الريفريش. الجهاز فهم ايه؟ الجهاز فهم ان هو اول 7 ايام ما يبعتليش اي حاجه. فاكرين الليست تايم لما كان بيتقسم على 2 كان بيقعد نص المده ما يتكلمش؟ هي دي نص المده، لو دي نص المده الاولانيه الجهاز ما يتكلمش. اول ما يخلص السبع ايام بقى في اليوم الثامن ايه اللي يحصل؟ يروح يقبضت نفسه مع الدي ان اس، يقول للدي ان اس يا دي ان اس انا لسه شغال بالاي بي ادرس دوت واسمي كذا. تمام. خلي بالك عمليه الابديت ديت ممكن ما تبقاش من الاجهزه، ممكن تكون من ايه كمان؟ ممكن تكون من الدي اتش سي بي سيرفر. يعني الدي اتش سي بي سيرفر ممكن هو اللي يقبضت الداتابيس بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت الدي ان اس. جهاز اتعمل له ريليز، جهاز اتعمل له ريزرفيشن، جهاز اتعمل له بلوك، كل الحاجات ديت الدي ان اس بياخد المعلومات بتاعتي دي كلها منين؟ من دي اتش سي بي سيرفر. بدليل ان انا لما الجهاز ده سحب من الدي اتش سي بي سيرفر 1060 كان الاول كان واخد 10.2، اتغير الاي بي ادرس بتاعه في الدي اتش سي بي. طب مين اللي راح سجل على الدي ان اس ان هو بدل ما هو كان 10.2 بقى 10.60؟ الدي اتش سي بي سيرفر. يعني الدي اتش سي بي سيرفر هو اللي بيقبضت الداتا بيس بتاعت مين؟ بتاعت الدي ان اس. تمام. طيب ايه كمان عندك؟ انا ممكن احدد السوا ريكورد. احنا اتفقنا ان السوا ريكورد هو ايه؟ هو الرقم اللي بيحدد الداتابيس بتاعتي اتغيرت ولا ما اتغيرتش، بحيث ان انا لو مشغل معاه كسكندري زون تعرف هي الداتابيس اتغيرت ولا لا. طب انا دلوقتي الرقم دوت مثلا ب 34، اي تغيير هيحصل في الداتابيس هتلاقي الرقم ده بيزيد. ازاي؟ يعني تعالى كده اضيف ريكورد، اضيف اي ريكورد، اقول مثلا bc2.fci.com وواخد 10 10 مثلا، واعمل لي كمان ريكورد ليه في البي تي ار واروح قايل له اد هوست. لو جيت عملت ريفرش هلاقي الرقم ده بقى كام؟ 37. ليه؟ لان في تغييرات حصلت في الداتابيز. انا ضفت ريكورد من النوع ده وضفت ريكورد في الريفيرس، يعني لو جيت هنا عملت ريفريش برضو هتلاقي ريكورد برضو منضاف هنا، فتلاقي ان السوا ريكورد بتاعك عمال ايه؟ عمال يزيد. ليه؟ لانك لو ربطه بسكندري زون تعرف ان الداتا بيس اتغيرت ومفروض يعمل سنكرونايزيشن دلوقتي. تمام؟ طيب خش تاني على البروبرتيز في السوا ريكورد، عرفت ان الرقم ده بيزيد لما بيحصل تغيير. طيب لو انا دلوقتي رابط، سكندري زون بالبرايمري، هو فائده السكندري ايه؟ فائده السكندري ايه؟ لما البرايمري يقع السكندري يشتغل مكانه. طيب هو بيعمل ريفرش كل قد ايه؟ يعني بيروح يتشيك السوا ريكورد كل قد ايه؟ 15 دقيقه. طب لو السيرفر ما ردش عليه يعمل ريتراينج بعد 10 دقائق.
طيب بي اكسباير بعد قد ايه؟ بعد يوم. يعني السكندري بيفضل شغال بدل البرايمري لمده ايه؟ لمده يوم. خلي بالك انا ممكن اجي في الامتحان واقول لك غير لي الريكوردز دي، غير لي التايمرز دي، اعمل لي زون مواصفاتها كذا 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 كذا، احط لي فيها ريكورد كذا 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 كذا، والسوا ريكورد بتاعها يكون بادئ برقم كذا، عشان السوا ريكورد ده ممكن اغيره، واعمل لي الريفريش تايمرز بتاعتها بكذا، واعمل لي الايجنج بتاعها اللي هو الايجنج، تغير لي الايجنج بتاعه ووضعه هيبقى شكله عامل ازاي. تمام شباب؟ طيب بعد ما اليوم يخلص، لا هو هو بيسال كل قد ايه؟ هو بيسال كل 15 دقيقه، ما ردش بسال بعدها ب 10 دقائق. طب افضل اسال 10 دقائق لمده قد ايه؟ لمده ساعه. تمام؟ طيب خلاص كده انا ادركت ان البرايمري وقع، اشتغل مكانه بقى فتره زمنيه قد ايه؟ يوم. بعد اليوم ما ردش على حد، يبقى البرايمري والسكندري وقع. وصلت؟ فانا دلوقتي مفروض انا بحدد انا السكندري هو هيشتغل مكان البرايمري فتره زمنيه قد ايه. ماشي شباب؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب هنا طبعا النيم سيرفر بتاعك هو الدي ان اس سيرفر بتاعك هو دوت. الزون ترانسفير انا كنت بقول لك انا هاجي على سيرفر اشغله از سكندري وهو يروح رايح ساحب الداتابيس دي. هو اي حد كده يعمل دي ان اس، اي حد كده يعمل دي ان اس ويعملها كسكندري زون ويروح يسحب الداتابيس من البرايمري، الدنيا مفتوحه كده؟ اكيد لا. انا اكيد لازم في عمليه الزون ترانسفير انا محدد على السيرفر بتاعي انا بعمل الاو ان مين اللي يسحب مني الداتابيس. فلو عملت الاو تو اني سيرفر، يعني اي سيرفر يشتغل معايا كسكندري يسحب مني الداتابيس، طبعا الاوبشن ده ان ريكومندد، او ان انا بناء على الناس اللي شغالين كنيم سيرفر، يعني انا اللي ضايف هنا الناس في النيم سيرفرز، او ان انا محدد انا السيرفرات بايدي، اقول له والله ان السيرفر اللي هو اللي في الدومين اللي هو 10.002 ده اللي هيشتغل معايا از سكندري، وبيتاكد الاول هو شغال معايا ولا لا. فلو الراجل ده جه يشتغل معايا از سكندري دي ان اس سيرفر هيديله داتابيز ولا لا؟ هيديها لي. تمام يا شباب؟ في مشكلة في الكلام ده؟ تمام. طبعا قبل ما تطلع لازم تكون عامل اوكي عشان تسيف كل تغييرات انت عملتها على مستوى الايجنج، عملت تغييرات على مستوى الابديت بتاعت البرايمري والسكندري، عملت تغييرات على مستوى انت الزون ترانسفير بتاعتك ايه وضعها، لازم تعمل اوكي كده. تمام شباب؟ في اي مشكلة لها علاقة بالدي ان اس؟ اعتقد الموضوع سهل.